قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دليل آخر من الفلك على أن الطاعة والعبادة لله تبارك وتعالى وحده. لقد ذكرنا في حلقة سابقة دليلا من الأرض على قدرة الله تبارك وتعالى على الإعادة والخلق والإيجاد، وأنه وحده المعبود المطاع. وهذا أيضا دليل آخر من الأفلاك والكواكب السيارة في الكون تدل على أن الله تبارك وتعالى هو المتصرف، وهذا المتصرف له الطاعة وحده وليست لغيره، والذي خلق هذه الأجرام العظيمة يستطيع أن يخلق الإنسان من جديد. يقول الله تبارك وتعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. آية لهم أي دليل وحجة قاطعة يرونها في هذا الكون تدل على أن الله تبارك وتعالى هو المتصرف في هذا الكون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. لاحظوا تعبير نسلخ، كما تسلخ الجلد عن الشاة. نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. التعبير بنسلخ هذا وجه من وجوه الإعجاز العلمي الذي يدل على أن هذا القرآن ليس كذبا أو مفترى من صنع محمد صلى الله عليه محمد، وإنما هو من عند الله العليم الخبير خالق الكون والإنسان والحياة. ما وجه هذا الإعجاز؟ أرواد الفضاء الذين خرجوا في السماء انطلقوا في الصواريخ بالنهار، والضوء موجود والنهار موجود، وارتفع فيهم الصاروخ، وإذا بهم يدخلون في طبقات الجو بعد أن ابتعدوا عن الأرض لا يجدون نورا. أين نور النهار؟ يجدون الكون كله ظلاما، ويجدون الشمس من بعد كأنها قرص بنفسجي خافت. إذن النور ليس هو نور الشمس يندفع ويصل للأرض مباشرة، والحرارة ليست حرارة الشمس تندفع وتصل للأرض مباشرة، لا، في أشياء ربانية لا يعلمها إلا الله. نحن نكتشف شيء منها. ماذا اكتشفنا؟ اكتشفنا أن هذه الطبقة من النور على وجه الأرض هي طبقة بسيطة لا تتجاوز كذا وكذا من مئات الكيلومترات، بعدها ظلام. أين نور الشمس؟ هذه واحدة. نحن حسب ما الشمس وحرارتها المتوقع أننا كلما صعدنا في الجو واقتربنا من الشمس أن تزداد الحرارة، كلما صعدت إلى الأعلى بدل أن تزداد الحرارة تخف الحرارة حتى تصل في الأجواء العليا إلى 70 درجة تحت الصفر. إذن الشمس ليست هي التي تعطي الحر بشكل مباشر، إنما بأسلوب رباني. والنور ليس هو نور الشمس بشكل مباشر على الأرض، إنما هو الطبقة على الأرض. هذا الذي اكتشفه الناس أخبر عنه القرآن من 15 قرنا، حيث يقول سبحانه وتعالى: وآية لهم الليل الظلام نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. الأصل ظلام،
والكرة الأرضية كما يقولون حولها في النهار مسافة طبقة من النور عم ينسلخ شيئا فشيء ويحل محله الظلام الدامس. نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها. آية كونية أخرى تدل على عظمة الله وعلى قدرته على الخلق والإيجاد. الشمس مع مجموعتها الشمسية، الأرض، الكواكب، السيارة، زحل، مشتري، تجري لمستقر لها. اكتشف العلماء بمراقبتهم بالمراصد إلى المجموعات الشمسية أن المجموعة الشمسية تبعتنا اللي هي بسموها درب التبانة تسير مع كل فلك يسير في موطنه، الأرض حول الشمس والقمر والآخري، والأرض لها دورة حول الشمس ودورة حول نفسها، هذا يعني موجود، ولكن المجموعة الشمسية كلها تسير بشكل حلزوني إلى نقطة تنتهي إليها، فإذا انتهت إليها خرب كل شيء، ما عاد شيء في الكون. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، قدره الله تبارك وتعالى العليم بكل شيء أنها تصل إلى نقطة معينة فتصطدم الكواكب مع بعضها ولا يبقى شيء في الكون، ثم يحيي الله الناس لليوم الآخر من جديد. والقمر قدرناه منازله حتى عاد كالعرجون القديم. منازل القمر كل ليلة تتغير، يبدأ هلال صغير فيكبر ويكبر 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 إلى أن يصبح بدرا، ثم ينقص وينقص وينقص حتى عاد كالعرجون القديم، صار ضئيل مثل عزق النخل. العزق أصل عنقود النخل، الخشب هاي في النص اللي بتحمل عنقود النخل، الرطب أو التمر، هذا اسمه العزق. عندما يجف يتقوس، عندما ييبس يتقوس، فالقمر يصغر 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 حتى يصبح كالعرجون القديم أي اليابس القديم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. انظروا أيضا إلى الآية الأخرى، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نحن نعلم من دوراتنا وخبراتنا الأرضية ونظام الخدمات والباصات اللي نسويها والحافلات والقطارات التي نسيرها، يضعون لها نظام، هذا الباص كذا دورته من ساعة كذا إلى ساعة كذا، 15 دقيقة 20 دقيقة بصل من أول الخط لآخر الخط 20 كيلومتر، ثم يعود ويقف عند كل موقف إلى آخره، لحظات يركب الركاب ينزل، مهما حاول الدقة بتركوا له دقائق معدودة في دورته. بيمشي 20 كيلومتر لازم يقطعها مثلا 50 دقيقة 40 دقيقة، أحيانا مصير 45 أحيانا مصير 35 تختلف، وهو مسافة بسيطة. الشمس والقمر والمجموعة الشمسية تنطلق وتمشي وتسبح في الفضاء، كل يدور بدقة، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، تصير سير حسيس فتختلف وضعها مع القمر، ولا الليل سابق النهار، ما بيجي الليل بطوال أكثر شوي في هاليوم وأقصر شوي في اليوم الآخر، أبدا، في كل سنة من أولها إلى آخرها تأخذ الرزمانات التي مبنية على الحساب المحسوب بدقة على حركة الشمس ودورانها والأرض ودورانها، يقول لك الفجر يطلع في الساعة كذا في اليوم الفلاني والدقيقة كذا، الشمس تطلع في الساعة كذا والدقيقة كذا، مثل عام العام الثاني، مو بعد ساعتين ثلاثة بيختلف، في العام التالي أيضا نفس الحساب ونفس الدقة لحركة الليل والنهار، لا هذا يزداد عن حده وهذا ينقص عن حده إلا بالمقدار الذي رسمه الله تبارك وتعالى للدورة الشمسية والقمرية، وكل في فلك يسبحون، يتحركون في نظام في فلك ثابت دقيق، لا يتأخر لا يتأخرون عنه لحظة ولا يتقدمون. من الذي وضع هذا وخلقه؟ الله اللطيف الخبير، هذا الإله الخالق الذي وضع لك أيها الإنسان هذا النظام وأنت تبصره بعينك ولكن تتجاهل عنه ولا تستشعر قدرة الله تبارك وتعالى فيما خلق، ألا يدفعك هذا لأن تطيع اللطيف الخبير خالق الكون والإنسان والحياة
حتى تسعد في الحياة الدنيا وبعد الممات، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.